وده معدنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل فيها أكاونتس النجوم على السوشيال ميديا. تمام، اللي دلوقتي بيصور مشاهده في فيلم أبو نسب اللي هيتعرض في صيف 2023 وبيشارك في بطولته ماجد الكدواني وياسمين صبري وليلة هنا وسرور في 2018. تعالوا نبدأ بالإنستجرام لأنه متفاعل عليه جداً. بيتابع محمد إمام 12 مليون متابع وهو بيتابع 57 أكاونت، ونشر لحد دلوقتي حوالي 1073 صورة وفيديو. أكاونت محمد إمام معظمه صور وتريلرز لأعماله الفنية، فهو ناشر أكتر من 200 صورة ليه مع فنانين شاركوا في أعماله وكمان بوسترز لمسلسلاته، وآخر بوست عن فيلمه الجديد أبو نسب. وطبعا محمد إمام معروف بحبه وتأثره الكبير بوالده عادل إمام، فلقينا أنه ناشر تقريبا أكتر من 50 صورة وفيديو بتجمعه بالفنان عادل إمام، واللي لفت نظرنا أنه دايما بيعمل كوميكس على مشاهد من أعماله. وكمان محمد إمام بيحب جدا ينشر فيديو تحضيرات وتدريبات لأفلام من الإنستجرام للتويتر. بيتابع محمد إمام 3 مليون و100 ألف متابع وهو بيتابع 10 أكاونتس بس، منهم الفنان نبيل الحلفاوي، أمير كرارة، صلاح عبد الله وغيرهم من النجوم، ونشر لحد دلوقتي أكتر من 12 ألف تويت. وبكده نكون عرفنا محمد إمام بيتفاعل إزاي على السوشيال ميديا.